الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال باب الكف، قال باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. وهذا الباب فيه بيان هذه المسألة، وأن من رأى من الميت شيئا خاصة إذا كان هو الغاسل للميت فإنه يكتم ذلك وجوبا، يكتم ذلك وجوبا، فإن أظهره فإنه آثم. ولكن هنا مسألة مهمة كما ذكرها بعضها العلم، أن هذا الميت إذا كان مما يقتدى به في الشر، كأن يكون رأسا في الضلالة ورأسا في الشر، وظهر عليه ما يكره في حال موته، فإن ذلك يظهر زجرا للناس عن مثله وأفعاله، وصدا للناس عنه. وأما إذا كان مسلما ليس رأسا في الضلالة ولا في الشر، فإن من رأى عليه شيئا يكره في موته فإنه يكتمه عنه ولا يصرح بذلك. وهنا مسألة يقع فيها كثير من الوعاظ، وهي أنهم يذكرون مثل هذه الأحداث التي تكون للأموات ويلمحون بطريقة يفهمها من كان قريبا من هذا الميت أو كان من بلده، يفهم أن هذه القصة في فلان بن فلان، حتى وإن كان هذا الواعظ لا يذكر الاسم ولكن يذكر الوصف، فبعضهم يذكر وصفا يعرف به السامع من يتكلم عنه. فلذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن يستر أخاه المسلم، فإن من ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. ومفهوم هذا التبويب والحديث الذي سنذكره بعد قليل، أن من رأى شيئا حسنا فإنه لا يكتمه، كأن يرى نورا في وجهه أو ابتسامة أو نحو ذلك من الأمور الطيبة، فإنه لا يكتمها بل يظهرها، لأن هذا من عاجل البشرى للمؤمن، من عاجل البشرى للمؤمن فتذكر، خاصة إذا كان هذا الرجل مما يقتدى به في الخير فإن هذا من باب أولى. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. قال عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه، يعني كتم ما يرى عليه من سوء، غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث مختلف في صحته بين العلماء، هناك من صححه وهناك من ضعفه، وهو الأقرب أن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن يكفينا عنه عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما، وهذا الستر يشمل الحي والميت، من ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. لذلك ينبغي في مثل هذه الأحوال الستر والأمانة، ولا ينبغي أن يوكل إلى هذا الأمر إلا من كان أمينا معروفا بالأمانة. ولكن للأسف في الفترة الأخيرة صارت وظيفة يمسكها، يعني يتولاها أي شخص، وهذا الأمر لا شك أن فيه نظر، لأن لابد أن يكون القائم على مثل هذه الأمور من عرف بالأمانة، لأن هذه الأمور فيها ظهور على أسرار الناس، ظهور على أسرارهم وأحوالهم وما يخفونه عن الناس. وكم سمعنا من القصص التي يقولها هؤلاء الذين يغسلون الأموات، يفضحون خلق الله ويتكلمون في خلقتهم وحال موتهم، وكل ذلك لا يجوز ومحرم وخيانة للأمانة. ومن هنا أيضا ننبه على مسألة مهمة، وهي على أن على الغاسل الموكل رسميا أن يمنع من دخول الناس حال تغسيل الميت، فلا يسمح لأحد بالدخول، هذا هو الواجب عليه.
لأن الآن الذي ينتشر بين الناس أن الميت إذا غسل يدخلون العشرات حال تغسيله، ولا شك أن الميت لو كان حياً ما رضي بهذا، لأن لا شك أن الميت له حرمة وقد يظهر منه ما يظهر، فيبقى على هذه الأمانة من استؤمن عليها. أما من يدخل الناس القريب والبعيد فكل ذلك لا يجوز، لأن هذا باب إلى إظهار وإفشاء أسرار هذا الميت مما يرى من خلقته ومن حالته، حتى وإن كان قريبا كما ذكر أهل العلم لو كان من أقرب الناس إليه لا يدخل، إلا إذا وصى الميت بأن يغسله فلانا من الناس أو نحو ذلك فإنه يدخل. أما أن يدخل جميع الناس وأن يكون الأمر مفتوح كما هو الآن ظاهر ومنتشر فإن هذا لا شك أنه من الخطأ، ولا بد من التنبيه عليه والتذكير به. فهذا أهم ما يذكر على هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.